هاي جايز، مرحبا بكم في قناة إلياس جورج جيمين، قناة 100% ألعاب وترفيه. اليوم كنتواجدوا في مدينة سان فرانسيسكو مع البطل ماركيس، أو الملقب بريترو، وهو أسود البشرة. كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو البطل ديال واتش دوغز 2، عكس يعني الجزء الأول اللي كان بطل أبيض البشرة، كان سميتو أيدن بيرس. القصة كتستمر مع المجموعة ديال الهاكرز اللي هما الديد سيك، واحد المجموعة ديال الهاكرز اللي يعني أشخاص طيبين، يعني كيحاولوا يفضحوا واحد الشركات كبار ديال التكنولوجيا، بحال هاد الشركة اللي غندخلوا ليها سميتها انفايت، واللي هي يعني واحد لا ريفيرونس لواحد الشركة اللي معروفة ديال لي ريزو سوسيو، كنظن غتكونوا عرفتوها غير من اللون ديال الكتابة، ومن سميتها هي في حد ذاتها انفايت، كاينه في حاجه اللي كنعرفوها بزاف ومن داك السامبول اللي الفوق. كذلك كاينه واحد الشركه اخرى اللي هي غادي نجبدها لكم دابا، هي هذه نود المابس، حتى هي يعني ريفيرونس لواحد، كيف ما كتشوفوا لتحت على اليسار، ريفيرونس لواحد الشركه اللي معروفه. يعني هذا الهدف ديال هذه المجموعه، انهم تيحاولوا يفتحوا هذه الشركات وتيبينوا للناس على انهم هذه الشركات راه كيتلاعبوا بهم وكيتجسوا عليهم. هذا هو الهدف من هذه اللعبه، موضوع زويون. كاين امور اللي جداد في الجيم بلاي اللي زوينين. اول حاجه هي اللي جديده هي اننا نقضوا بيراطي الطوموبيلات، كيف ما كتشوفوا معايا نقضوا بيراطي الطوموبيلات نتحكموا فيهم. هذه القضيه كتنفعنا الا كانوا تابعين البوليس وكنا هاربين. دابا غندوزو واحد المهمة رئيسية، كيف ما قلت لكم نتانفلتراو في هاد البناية ديال هاد لو ريزو، هاد لو ريزو سوسيال اللي معروف. الصورة غنبداو، هذا هو النيت هاك، ملي كنأكتيفيو هاد النيت هاك يعني تعطينا بزاف ديال الأمور اللي مهمة، كيورينا الكاميرات فين كاينين، تيورينا كاع الحوايج اللي نقدو نبيراطيو، تيورينا لي زينمي باللون الاحمر. كيورينا حتى يعني ما يسمى بالبروفيلاج، اننا كنشوفو يعني كل شخص كنعرفو عليه معلومات، شنو كيدير في الخدمه ديالو، شحال تيشد في الراتب ديالو، بزاف ديال الامور. كيبين لينا شي حوايج اللي الاماكن ديال شي حوايج بحال هادو، يعني خصنا نبيراطيو واحد الشخص اللي عنده المود باس باش اننا نقدروا ندوزو من هاد البيبان. دابا غنحاولوا نخترقوا هاد الكاميرا ونبيراطيو الشخص اللي عنده المود باس. ليتس دو ات. اوكي، ها هو الشخص اللي عنده المود باس جاي، غنبيراطيه باش نقدر انني يعني ندخل. غنحاولوا ندخلوا من هذا الباب، حيت هذا البيبان بمجرد ما غندخلوا غيعيقوا بينا، ونحاولوا ندخلوا من هذا الباب. كاين يعني بزاف ديال الطرق. كان بامكاني انني نستعمل جامبر، واحد السياره صغيره اللي كنتحكم فيها عن بعد، وندخل من هنا. غادي نوريكم باش نوريكم نيت هاد الجامبر، ها هو واحد السياره اللي كنقدم نتحكموا فيها على بعد، تقدر ينقز، كنقدروا نطوروها باستعمال هاد شجرة المهارات. هاد شجرة المهارات فيها بزاف ديال الامور، من بينها اننا نقدروا نطوروا هاد الجامبر ديالنا، تولي كينقز اكثر وتولي كيمشي بسرعة، كنبوستيو ليه الفيتاس ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. يعني ممكن اننا ندوزو يعني غير من هاد لي كوندوي، وندوزو غير بالجامبر، ونحاولو نتانفلتراو باستعمال هاد الجامبر بلا ما يمشي زعما ماركيس حتى البلاصة اللي بغينا نمشيو ليها. كاين عاوتاني واحد الدرون، هاد الدرون هذا يعني ما كيبيراطي ما والو، غير كنقدو غير يعني نشوفو به لي زينمي اللي كاينين في واحد المنطقة ونماركيهم في الخريطة. وكاين كذلك واحد السباقات اللي ديال الدرون نيت وديال الموتوكروس،
وديال الاي كارت، دوك السيارات الصغيره بحال ديال الماريو كارت. وكاين عاوتاني سباقات ديال دوك الباخرات الصغار لي فوالي. دابا غنحاولوا ندوزو المهمه ديالنا بطريقه احترافيه بلا ما يشوفنا حتى واحد. هذه هي شجره الاسلحه، كنقدو اننا نيكيبي ربعه ديال ثلاثه ديال الاسلحه، وهذا الشيء الاخر يعني غير يعني دي زوتيل اللي تيعاونونا باش اننا ندوزو المهمه ديالنا. كيف كتشوفوا معايا غنحاولوا ندوزو المهمه ديالنا بواحد الطريقه اللي هي ديال التجسس بلا ما يشوفنا حتى واحد. غنحلوا النت هاك باش نشوفوا شحال من واحد عندنا هنا، شحال من انمي كاين هنا. كيبانوا ليا ثلاثه، جوج لهيه وكاين واحد هنا. نحاول نديبلاصا من هاد البلاصه اللي واقف فيها، نتخبى هنايا. كنظن شي واحد غيجي من هاد الجهه. الهدف ديالنا كاين في هاد الغرفه، بقات لي 16 متر باش نوصل ليه. كنقدروا يعني نختاروا اننا نخدروا الاعداء اولا نقتلوهم. من الاحسن اننا نقتلوهم باش ما يعاودوش يفيقوا، حيت لا نومناهم اولا خدرناهم يعني كيفيقوا من بعد واحد الفتره. نقدروا كيف ما شفتوا معايا كنصيفطوا كنلاهيهم يعني كيف كنقولوا، اولا ديستراكشن باش انهم تيبقاو يقلبوا في التليفون ديالهم وحنا كنغتنموا ديك الفرصه. دابا كنظن نقدر نمشي انني ندير الهدف ديالي، الاخرين بعاد عليا بلا ما نقتلهم حتى هما. خاصكم يعني تكونوا مستعدين في اي وقت يقدر يشوفنا شي واحد، اي وقت يقدر يعيق بينا شي واحد خصنا نكونوا مستعدين باش اننا نتصرفوا. اوكي دابا اخترقنا هاد الكاميرا، ها هو قال جوتا. سوبر اون va pouvoir enregistrer ces conversations et comme ça on saura enfin tout ce qu'elle dit. واه تخلصت منه. كنضر ما عيطش لصحابو. فوالا ما عيطش لي غونفور. الحاجه الخايبه اللي تقدر توقع هي انهم يعيطوا لي غونفور، تيجيو لي غونفور وكتولي يعني صعيب اننا ندوزو المهمه. كيجيو لي غونفور بزاف. حنا غنشوفو واش جاي شي حد من لهيه ونتخلصو من هذا. فوالا هنا عندنا يعني الباب اللي خصنا ندوزو منه مسدود. ها هو الباب اللي خصنا ندوزو منه، هو هذا مسدود. كيف كتشوفوا يعني كاين واحد الكابل اللي دايز غادي لهيه. خصنا نمشيو يعني نبيراطيو، كتسمى بارفو، كتسمى بارفو. خصنا نمشيو نبيراطيو. هذا القاه تخلصوا منه. جاي واحد اخر عاوتاني. انا باقي ما عاقوش بيا، ولكن شاكين في اللي شاكين باللي كاين شي حد. اوكي هي جاية جهتي، غتسهل عليا المأمورية. اوكي هذا هو الباب اللي ديال برا. اوكي بقاو غا جوج راهم لهيه. غادي نمشيو لداك البارفو ونديفيرويه. واخا بالي شي واحد جاي، ولكن غادي نحاول نزرب.
واحد كاين غير هنا. اوكي امور غدا مزيان لحد الساعه هذه جايه. جيتي نحاولوا اننا تاهي نديروا ليها يعني ديستراكسيون، دي كتنفع بزاف هاد ديستراكسيون. فوالا يعني تخلصت من كل شيء تقريبا، بقى غا واحد ماشي مشكل. غنمشي وندوزو المهمة ديالنا بالزربة ونغادروا المكان. فوالا يعني كاين واحد المتعة زوينة في ال هنا كاين واحد البوزل، واحد البوزل حتى هو يعني شوية صعيب. كتشوفوا معايا هنا كاين ان بوزل خصنا نصاوبوه، يعني خصنا بحال نجيبو يعني لاليمونطاسيون لهادي من ثلاثة ديال الجوايه الفوق واليمين واليسار، باش عاد اننا نقدروا نبيراطيو يعني هاد السيرفر. هادشي فايت ليا درتو، ومهم غادي نحاول انني ندوزو بالزربه باش ما نتعطلوش. اوكي غادي نحاولو، يعني هذا هو اللي تيعطينا، هذا عطينا جوج، وحده هنا وحده هنا. حنا غنشوفو بعدا غير ديال هاد غير ديال هاد البلاصه هو الاول. شويه كتكون صعيبه شي شويه، ولكن غادي نحاولوا معها. هذا بقات لي غير وحده، فوالا بقات لي غير وحده باش او شيت مشات وحده. دابا كنظن مزيان فوالا. هذا خاصه وحده من هاد الجهه. فوالا خصني ندوز لهادي، باش ندوز لهادي خصني نانلوكي هادي. اوكي نحاول نانلوكيو هادي. بلاتي غادي نحاولو نجيبو ليها من التحت، من التحت الأمور تعقدات. بلاتي غنحاول أنني نأنلوكي هادي هي الأولى. نو شي صعيب هادشي. بلاتي جاتني فكرة. فوالا هادي بقات ليها وحده. بقات ليها وحده، كي غنديرو ليها؟ فوالا هاهي تحلات، الاخرى تاهي تحلات. كنظن توفقنا في لابارتي، وفقنا وقيلا في هاد لابارتي. ها هو هاد الخط تيمشي مال هنا، كيدخل مال هنا. اوكي هادي الاولى. شوفوا هنا شنو كاين، تبعوا هاد المسار تنشوفوا شنو كاين. هادي خاصة وحدة، هاهي باش شوية تياخد الوقت. كاين معندنا ما نديرو، كنظن بقات ليا غا هادي.
الأولى دخلت، الثانية دخلت، نشوف واش الأمور ناضية. بقات وحدة. فوالا، احنا درنا المهمة ديالنا. كنظن وقيلا هذا هو الهدف الثاني من المهمة، هو هذا كملناه بنجاح. دونك كنظن انكم خديت واحد الفكرة على اللعبة كيفاش دايرة. دابا خاطر لنا حاجة وحدة، هي اننا نخرجوا من هنايا. دوزنا بواحد الطريقة اللي زوينة اللي ما شافنا حتى حد. بحال كتعجبني يعني ندوز المهمة ديال واتش دوغز. نبغى نخرجوا من هنا. بحال ما عمرنا دزنا هنايا، بحال ما عمرنا كنا هنا. فوالا، هادشي اللي كاين. كنظن خديتو فكرة على اللعبة وعلى الجيم بلاي. غنكيتيو يعني هاد المنطقة صافي، ومهما تمت بنجاح. أنا متشوق أنني نلعب يعني في ليجين، باقي ما لعبتش فيها. على ما سمعت أن ليجين زوينة وما فيهاش بطل واحد، يعني فيها تقدر أي واحد أنك تلعب بأي واحد من هاد البي إن جي اللي كتشوفو. متحمس لهاد القضية، متحمس أنني نجربها، وإن شاء الله فاش غنكملها حتى هي نديرو شي فيديو عليها ونشوفو شنو الأمور اللي تغيرات. حاجة وحدة اللي ما عجبتنيش اللي عندي عليها عتاب، هو أن القصة شي شوية قصيرة ديال هاد واتش دوغز الثانية. القصة ديالها قصيرة شي شوية. صافي، هذا هو العتاب اللي عندي. سينون كلشي زوين، قصة زوينة، الجيم بلاي ممتع ما كتسخاش به. هذا ما كان، تشوفوا في فيديو اخر وفي لعبة جديدة. See you next time.